عسلامة عسلامة، مرحبا بكم من السكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا بعض شربة لسان عصفور بالحوت بطريقة سهلة، في ساعة تحضر وتجيب لنا برشا، باش نحضر معاه خبز بالبصل والزيتون يجي فايح وبنين. خليكم معايا في الفيديو الاخر باش نشوفوا بعض طريقة التحضير والمقادير. وبالنسبة لأول مرة زور القناة، ما ينساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يصيركم ما يجي كل أي حاجة نهبطها تصيركم نوتيفيكاسيون. يلا تو مطولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقة التحضير والمقادير. اول حاجه هنا بالنسبه لطريقه التحضير، باش نشوفوا بعضنا المقادير باش تحققوا من الخبز نتاعنا. عندي هنا باش نستعمل 350 غرام فارينه، 150 غرام سميد رقيق، بنستعمل هنا 200 ملتر حليب دافي، 4 ملاعق زيت. عندي هنا بصل مقصوص قصيته هكا بالطريقه هذه، وزيتون مقصوص كيف كيف كملت قصيته هكا، مغرفه سكر، مغرفه خميره، مغرفه صغيره ملح، وعندي هنا ماء دافي باش نكمل بيه البات. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه انا خديت 200 ملتر حليب دافي، لازم الحليب يكون دافي، باش نضيف عليه مغرفه سكر ومغرفه خميره. نحرك هكا المكونات كلهم ببعضها ونخليهم مدة 5 دقائق حتى تتفاعل الخميره نتاعنا. وطول الخميره نتاعنا تتفاعل، انا خديت بول باش نحط اول حاجه 350 غرام فارينه، نضيف عليه 150 غرام سميد، نضيف هنا مغرفه صغيره ملح، وباش نضيف عليهم هنا الزيت. بالنسبه للزيت هنا استعملت الزيتونه، تنجم تستعمل الزيتونه والا زيت نباتي. استعملت هنا 4 ملاعق زيت زيتونه. نحرك هكا المكونات كلهم ببعضها. هنا الخميره نتاعنا تفاعلت، باش كامل نضيفها وباش نحط بجنبي هكا ماء دافي، ونبقى نلم البات بشويه بشويه ومن بعد نعجنها بالبيهي. نضيف هنا الماء هكا بشويه بشويه حطيت نلم البات ومن بعد نعجنها. اذا تنجم تعجنو هكا بيديكم والا بالعجينه بنفس الطريقه. هنا بعد ما كملت لميت البات، تو باش كامل نعجنها لازم نعجنوها بالباهي. وبالنسبه للبات لازم تحصل بات طرية، مازمش تكون يابسه، تكون هكا طرية. هنا بعد ما كملت العجان حبيت نوريكم القوام تحصلت عليه، لازم تكون هكا طرية البات. انا باش كامل هكا نحلها، نحل هكا بالطريقه هذه، وباش نحط البصل والزيتون باش نحط هكا في وسطها. بالنسبه للبصل نحاول نقصه هكا جويد، وبالنسبه للزيتون كملت قسمته هكا بالطريقه هذه. نكمل هكا نسكر البات وباش نعجنها شويه، معناها باش تدخل المكونات كلهم بعضها. احنا ديجا عجناها مع البات، مش باش نعجنوها برشا، جوست ما باش ندخلوا المكونات كلهم بعضها. وبالنسبه للكميه بتاع البصل والزيتون تنجموا تنقصوا ولا تزيدوا كيما تحبوا، معناتها فمش قاعده، تنجموا معناتها حسب الذوق تنقصوا ولا تزيدوا. بالنسبه للبات حبيت نوريكم هنا انها تكون تلصق هكا شويه، لازم البات تكون طريه. هنا باش نحط هكا شويه زيت وباش نحط البات نتاعنا باش نخليها ترتاح. باش نغطيها هكا ونخليها ترتاح حتى تضاعف حجمها. هنا اوطون البات ترتاح. طب باش نحضروا شربة الحوت مع بعضنا، انا خديت اول حاجه خديت طنجره حطيت فيها ماء حتى توصل درجه الغليان، باش نحط توا الحوت باش نصبطوا شويه. بالنسبه للحوت تنجموا تستعملوا اي حوت تحبوه، بالنسبه لي هنا استعملت حوت هذا حوت نازلي، وانتم تنجموا بنفس الطريقه تستعملوا اي حوت عندكم. جوست بالنسبه للماء ضفت لي شويه ملح، ما تكثروش برشا ملح، جوست شويه يكفي. بعد ما يغلي الماء بالضبط نحسب مده 5 دقائق ونخرجوا الحوت، ما نخلوش برشا، جوست معناتها 5 دقائق يكفي. هنا هكا باش نسقطرو هكا من الماء ونحطو باش نحيلو الشوك، وبعد نعاود نرجعو للشربة. بالنسبة للماء هذا اللي سمطنا فيه الحوت مانيش باش نلوحوه، بعد باش نستعملوه في الشربة. تشوفو بعضنا في طريقة التحضير كيفاش باش نستعملوه. أنا خديت طنجرة حطيت فيها شوية زيت، ديما متكثروش برشا بالزيت، ضفت عليهم هنا البصل. بالنسبة للبصل هنا استعملت بصل الأخضر طويل، وقالت نجم نستعمل البصل العادي تقريبا، هنا كعبة بصل ماهيش كبيرة برشا، كعبة بصل صغيرة. ضفت عليهم هنا شوية ثوم، نحرك هكا المكونات كلهم بعضها، نقليهم هكا من بعضهم. وباش نضيف عليهم هنا مغرفة كبيرة طماطم، باش نضيف عليهم هنا شوية هريسة عربي، بس هريسة ما حطيتش برشا، هريسة اللي عندي حارة، جوست هكا شوية يكفي. نحرك هكا المكونات كل بعضها كالعادة هكا نقليهم، وباش نفوحها هنا. بالنسبة للتفويح باش نضيف هنا أول حاجة مغرفة فلفل أحمر، باش نضيف شوية كركم، شوية فلفل أكحل، شوية ملح، وشوية تابل، ونقليهم هكا كالعادة. بالنسبة هنا الغاز بنقصه على الاخر، ما تقلوهمش على نار قوية. ضفت هنا هكا شوية ماء، ما حطيتش كمية كبيرة من الماء، جوست باش نحل الطماطم والهريسة والفحات باش ما يتحرقوش. نحركهم هكا نقليهم، باش نضيف هنا الكرافس. ديجا بعد الشربة بتاع الحوت ما تسحقش تحط كرافس في الاخر، في ساعة في ساعة تطيب. وهنا حطيت هكا صفاية باش نحط الماء هذاك اللي سمطنا فيه الحوت، باش نحط الكمية الكل. وهنا نحطو هكا صفاية خير باش ما تكيفها مشوك ولا أي حاجة ما يهبطش في الشربة نتاعنا.
نحرك هكا المكونات كل بعضها، نستناها حتى تغلي، نخليها تغلي شوية، ومن بعد نضيف الشوربة والحوت في الاخر. وهنا الباتر ساير تحت. طب باش نعمل هكا في الشكل هذا، باش نقسمها هنا، باش نعمل هكا 5 خبزات. تنجموا تعملوا 4 ولا تعملوا 3 ولا ما تلي ساعتكم، تعملوا كبار ولا صغار كيف ما تحبوا. باش نعمل هكا في الشكل هذا، لمها هكا بالطريقة هذه، نقسمهم هكا 5 خبزات. هنا باش نستعين بشوية فارينة خاطر البات ترية، متكثروش برشا بالفارينة باش بعد الخوص تاعكم ما يجيش يابس. وباش نحل هكا بالقلقال، وإلا تنجمو تحلوها بيديكم. نحاولوا ما نخلوش بات خشينة برشا، وميمتون ما تكونش جويدة على الآخر، تكون هكا متوسطة. أنا حبيت نوريكم إنه تنجمو تحلوها هكا بيديكم، معنتها مش بالضرورة لازم نستعملوا القلقال. أي كعبة حاضرة نحطها ديريكت في بلاتو. بالنسبة للبلاتو تاع الفور حطيت فيه بابي كويسون، والخبزة اللي حضرها ديريكت نحطها. هني كملتهم هكا الكل بنفس الطريقة. هني خديت سكينة باش كمل هكا جوست باش نزينهم هكا بالطريقة هذه، ثم هني تنجمو تزينهم كيما تحبوا بالطبيعة. بعد ما كملتهم هكا طب باش نغطيهم ونخليهم حتى يضاعف حجمهم، مانيش باش نخليهم برشا، تقريبا لمدة نص ساعة. وبالنسبة هنا للشربة متاعنا طب باش نضيف شربة سان عصفور. هني تقريبا استعملت 150 غرام، متكثروش برشا من بعد. نحرك هكا، لازم اول ما نحطو الشربة لازم ما نحركو باش ما تلصقش، نبقى هكا ديما نحرك. بالنسبة هنا للحوت كملت نحيته هكا شوك، وباش نضيفه توا نحرك هكا المكونات كل بعضها. هني بالنسبة للشربة مازلت ناقصة شوية تيب، نضيف هكا الحوت ونخليه حتى تجيب الشربة متاعنا. وهنا بعد مدة نص ساعة بعد ما خليت الخبز متاعنا ارتاح، انا خديت اصفر تاع بيضة ضفت عليه مغرفة حليب وضفت شوية خل، تقريبا نص مغرفة صغيرة خل باش تنحى جوست الريحة متاع البيض. مش كملت وندهن الخبزات متاعنا. هني بعد ما كملتهم هكا بنفس الطريقة، هني خديت بصل قصيته هكا بالطريقة هذه باش كمل نزين الخبزات متاعنا. هني بالنسبة للزيت تنجمو زينو كيف ما تحبو، جوست هني بالنسبة للبصل متقصوش خشين برشا، يكون هكا سافا. باش نكمل هني نزين هكا بكعبات زيتون، تنجمو هني تستعملو زيتون أخضر وإلا زيتون أكحل هكا كيما تحبو. باش ندخلهم تاع الفور على 180 درجة حتى يحضر الخبز نتاعنا. وهنا كيما تلاحظوا الخبز تاعنا حضر ما شاء الله، نودكم نشهيكم، نحكيكمش على الريحه، بالحق يجيبني برشا. جربوه بنفس الطريقه وتفكروني، ويجي تري وفيوح بالحق، ريسيت ناجحه 100%. هذو هما 4 خبزات حضرتهم هكا بالطريقه هذه، وحضرت معناتها بالنسبه لي حضرت 5 خبزات، فما خبزه خليتها تطيب في بلاتو وحدها. وبالنسبه للشربه هنا كيف حضرت تجيب لنا برشا، بالحق نودكم نشهيكم. هذه هي وصفتنا اليوم، شربة بالحوت بنا برشا، وخبز بالبصل والزيتون، بالحق جربوه بنفس الطريقة يجيبني برشا ويجي فيوح، بالحق رسيت ناجحة على الاخر. ان شاء الله تكون رسيت تعليم عجبتكم وعجبتكم الطريقة، وكان عجبتكم ما تنسوش تشجعوني بجمع الفيديو اشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش. نحب نشكركم برشا برشا على كومنتاريتكم الحلوة كالعادة، ديما نستنى تشجيعاتكم ودعمكم. وبسلامة في وصفة جديدة ان شاء الله.